الركن الأول من أركان الإيمان، الإيمان بالله سبحانه وتعالى. الله الركن الله الله هيت إيمان دلر. كيف نؤمن بالله؟ تا الله هيت إيمان مو دلوي. نؤمن بتوحيد الربوبية. ويتنس إيمان دول توحيد ربوبية تنساني. وتوحيد الألوهية. توحيد ألوهية تنساني. وتوحيد الأسماء والصفات. إشت توحيد الأسماء والصفات. ونؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى. إشت وإيمان دو إيمان دول وي الله خلرت. لأن الله سبحانه وتعالى دل على وجوده أدلة كثيرة جدا. ونتاج الله هو شاخلرة وانتق دليلش دالدنا. منها العقل. أتدليلش ثاني حقيقة الضعون. يستحيل أن يأتي عاقل إلا ولا بد أن يثبت أن لهذه المخلوقات خالق واحد مدبر سبحانه وتعالى. حقيقة الضعون كي تروعون بوغ تقيتي شاتحونا هردلك هردلك قلن دلهمشي يقلن تعخلوا يشقحون إلا. نعم، وكذلك الحس تكون مثلا في كرب وشدة تدعو تجد أن هذا الكرب يذهب، هذا دليل محسوس ملموس يدل على وجود الله سبحانه وتعالى. إيش ت حدك تشوحون خال ردوحوني بو خال ردوحوني حدك تشوحبو مثلا تحين بالتي عويتشخينا مل الله قيق ولق شابقة. كذلك الفطرة، الفطرة كل إنسان مفطور على وجود الخالق. إيش ت هور أدم شي قل ننساني شيء يستيستوى ألجا أرسمه تاع تون خلق تون خلق تون الله خلر. الرابع الأدلة من الكتاب والسنة كثيرة جدا على وجود الله سبحانه وتعالى. القرآن شو أحد شورت دليل شدينه إن الله خلر.